احنا شردنا من كتر القصف يعني، والوضع هنا صعب جدا، كل يوم بيزيد عن الثاني. امبارح يعني قصفوا قريبنا 15 نفر، واحنا مشردين ومشتتين وفيش اكل فيش شرب، حتى الميه ما فيش. بروح ببعث ابني يجيب جلالين ميه، بقعد بالثلاث ساعات بالاربع ساعات. قصف المخابز ما فيش خبز، اقسم بالله ما عندنا رغيف، اقسم بالله. كل ما نقول هيدي الوضع بيشتد، الوضع بيشتد، القصف بيشتد، الدمار بزيدوا، الشهداء بزيدوا، الميتين. امبارح يعني وانا عندي الثلاجات جابوا الاطفال بظروف، بظروف الله قالوا هذا بظروف. صامدين صامدين الحمد لله، لو ايش بيعملوا فينا مش طالعين من الشفا، من مستشفى غزه بالمره. يقطعوا ميه، يقطعوا كهرب، يقطعوا اكل، احنا صامدين. بناكل بسكوت، بناكل فستق، بناكل ايش مكان.